يقول: هل يجوز أن أخذ الزكاة لمن أعطانيها لأعطيها من كان مستحقا فأخص بها أحد أقاربي؟ لا، الذي لا تقبل شهادتك له ما يصح أن تعطيه منها، لأن هذا يصير فيه محاباة. أما من لا تقبل، أما من ليس من أقاربك فأعطيه. نعم. فضيلة الشيخ، فإذا وكلك أحد على توزيع الزكاة فلا تأخذ منها لنفسك ولو كنت مستحقا، ولا تأخذ منها لأقاربك الذين لا تقبل شهادتك لهم ولو كانوا مستحقين. نعم.